الأمانة والسند أصول الصداقة، على طريقة عصام السقا في جعفر العمدة. نعيم من الشخصيات الرئيسية في جعفر العمدة، وقدر يخلي الجمهور يتعلق بوجوده من أول حلقة، والناس بقت تقول ليه مفيش حد من قرايبي زي نعيم، يكون من لحمي ودمي وصاحبي في نفس الوقت. واللي عمل دور نعيم هو الفنان عصام السقا، وقدم قواعد للصحوبية اللي بندور عليها في حياتنا، وأولها إنه يكون موجود طول الوقت جنب جعفر في المرة قبل الحلوة. يعني لو جعفر في مشكلة هتلاقي نعيم في ظهره، ولو في فرح هتلاقي نعيم أول حد بيبارك. ومن الصفات الحلوة قوي في نعيم إنه أمين وصادق مع جعفر دايماً، ومش بيخبي عليه أي حاجة، لدرجة إنه لما عرف إن عايدة أبوها مات في السجن خاف على جعفر وقال له علشان يحميه منها لو هي ناوية على الغدر. نعيم كمان كان الصاحب اللي بيكبر جعفر في غيابه، وأكبر مثال لما كان جعفر مسافر نعيم مرضاش يتصرف من غير ما يرجع له، ولما حصل مشكلة ما بين سيد وعيلة فتح الله في فرح وداد وشوقي نعيم اتدخل عشان يحمي سيد أخو جعفر وعيلة فتح الله اتكتروا عليهم، وساعتها نعيم حكى لجعفر كل حاجة عشان ياخد رأيه، بس جعفر قال له ما يأذيش حد ويستناه لما يرجع. وفعلا نعيم ما كذبش خبر، والأهم من كل ده إن عصام السقا ما تخلاش عن محمد رمضان في أي موقف. ولما محمد رمضان دخل السجن ظلم، عصام السقا كان أول واحد يشوف له محامي، وفضل في ظهره لحد ما أثبت براءته ورجعه للسيدة زينب من تاني. ونعيم كمان كان الصاحب اللي مش طمعان في حاجة، يعني بالرغم إن جعفر كان غني بس نعيم عمره ما طمع في فلوسه، وكان بيحافظ عليها كمان في غيابه. دور عصام السقا ابن خال جعفر وصاحبه الوحيد عمل توازن في المسلسل، ولولا وجوده كان جعفر هيعيش من غير ظهر يتسند عليه، لأن سيد أخو جعفر الكبير كان متسرع ومش بيفكر في تصرفاته، لكن نعيم العكس، وكان بيفكر يتكلم مع جعفر في كل حاجة بتيجي على باله. وقدر عصام السقا يعمل حالة في المسلسل بأدائه تحير الناس، جزء من الجمهور حبه جدا وشاف فيه أجدع ابن خال وأحسن صاحب، والنص التاني شك إن نعيم هيقلع قناع الطيبة قريب، بس الكل اتفق إنه محتاج شخص بجدعنة نعيم في حياته. يا ترى مين في حياتك بيفكرك بنعيم؟